هي احب اقدم تسجيل، يمكن الناس ما تعرفش اني الموسيقار عبد الوهاب. قدم يمكن من احلى اغاني فيلم عملته الفنانه ورده، فيلم اسمه الماظ وعبد الحمولي. كانت اغنيه اسمها اسال دموع عيني. الحقيقه الاغنيه دي يعني برضو الناس يعني انا بيتهيالي ما حد سمعها بصوت الموسيقار عبد الوهاب، وهو يمكن بيحفظ او بيقول البروفة الاخيرة للحن بصوته على العود. ويمكن هو كان بيعمل البروفة دي وبيجهزها علشان الفنانة وردة تسمعها قبل ما تسجلها في الفيلم. فهو حتى واضح فيه وقفات بيوقفها وبيتكلم وبيقول لها هنا الحتة دي يا وردة هنقول كذا، يعني واضح انه كانت دي البروفة النهائية للحن اللي غنته الفنانة وردة في الفيلم. وطبعا هيبقى حاجة نادرة ان احنا نسمعها بصوت وعود الموسيقار عبد الوهاب. طيب نقدمها ونسمعها مع بعض. Thank you.
أسمع قلبي 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 وأسمع
اسأل مخدتي